وانا بعمل مشروع الكهرباء وبعمل مشروع الميه وبعمل مشروع النقل، انا بشغل شركات قوميه في مصر، شركات وطنيه في مصر فيها 5 مليون انسان. يبقى بعالج بطاله كانت محتمله نتيجه عوده الناس ورجعوا مصر بالملايين، طب دول هيعيشوا ازاي؟ اتعملت مشاريع في مصر بنية أساسية ومشاريع قومية تشغل 5 مليون ب5000 شركة في كل القطاعات، منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها حالة صعبة قوي إلى دولة